بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الليلة دي عاوز أكلمكم في آية صغيرة ممكن تفرق في حياتنا طول العمر. عنوانها مختبرين ما هو مرضي عند الرب. هحكي لكم حكايتين أبتدي بيهم. راجل قال لي أنا كنت في الشغل عصبي، عاوز الشغل يمشي والشغل ما فيهوش بركة، وأشد على الناس اللي حواليا وأزعق وأغلط وأرجع أتضايق وأتوب، وبعدين يعني قلت أنا هجرب أشجع بس وما أشدش خالص. قال لي لقيت كل حاجة بتتصلح لوحدها والناس بتحبني، الموضوع بقى فيه بركة، تحسس ان فيه بركة، عرفت ان التشجيع يرضي ربنا. فمن ساعتها وانا بشجع الناس طول الوقت لاني اختبرت ان التشجيع يرضيه. بص الجملة، اختبرت ان التشجيع بيرضيه فبحس بالبركة، بلاقي كل حاجة ماشية كويس. واحدة تانية بتقول لي أنا كنت مخصمة أختي سنين وحياتي كلها نكت، وبعدين دخلت قداس والوعظة كانت على المصالحة والغفران وضميرها تعافى، فتناولت على وعد أنها تطلع تتصالح. طلعت على طول كلمت أختها لازم أشوفك، في الأول ما ادتهاش وش أختها، هي أصرت. فأول ما قعدت معاها بكت وقالت لها حقك عليا سامحيني، الدنيا صفيت بعد سنين. فقالت لي أنا بعدها على طول جات لي كذا رسالة حلوة قوي وأخبار جميلة قوي، فعرفت أن ربنا مبسوط. قلت طب ما أنا كمان متخانقة مع جارتي، قلت بدل الحكاية بتعجب ربنا. روحت بالليل خبطت على جارتي وحيلتها. الأسبوع ده ما انساهوش في عمري، لقيت بركات واستجابات، فعرفت ان ده بيرضي. فهمتوا المعنى؟ مختبرين ما هو مرضي. يعني ايه؟ احنا عارفين شكلا كده ايه اللي بيعجب ربنا، بس في فرق بين الخبرة وبين المعلومة. في واحد يبقى اختبر او مجرب وعارف انه المشكلة دي عاوزالها مزامير، وهو يقول لك أنا مختبر المزامير وبترضي ربنا وبتحل المشاكل. حلو، يبقى القاعدة اللي حطها القديس بولس مختبرين ما هو مرضي عند الرب دي كانت في أفسس 5. بيقول إيه؟ ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. يعني الروح القدس ما يطلعش غير حاجات حلوة، ما ينفعش تبقى واحد روحاني وانت كسلان ولا عصبي ولا مكتئب ولا لا لا، ده مش ثمر الروح. ثمر الروح اي حاجة حلوة، سلام، فرح، تواضع، حكمة، بساطة، وداعة، كل ده 7 ثمر الروح. وبعدين يقول لنا ايه؟ جربوا، اختبروا، اكتشفوا ايه اللي بيعجب ربنا. فكرة جميلة قوي، فكرتني بايه؟ في بيوت تلاقي الراجل ومراته بقالهم بالعشر سنين بيتخانقوا، وبعدين يقعدوا مع حد من الكهنة يقول لهم ايه؟ انت مش فاهمة جوزك، او يقول له انت مش فاهم مراتك، انت لغاية دلوقتي مش عارف ايه اللي بيرضيها. يقول لك لا مش عارف، لا مؤاخذة مغفل، 10 سنين مش فاهم مراته ايه اللي يرضيها، يعني اكيد انت ما يعني مخك عطلان ليه؟ ما تفهم، وانت مش فاهمه ايه اللي يرضي جوزك، ما هو النكد ده لانك بتعملي حاجه ضد مزاجه. يبقى الخبره دي بتيجي بايه؟ بتيجي ان الواحد يفكر هو اللي معايا ده بيرضيه ايه، وبتيجي بالخبره. اختبار الرضا في العلاقات ده موجود في كل العلاقات، يعني اي واحد فيكم يقدر يطبق. انا عارف اللي معايا ايه اللي بيرضيه، طب انا مش بعمله ليه؟ يبقى أنا اللي اخترت النكد أو المشاكل. طب أنا عارف أنه بيرضيه حاجة، طب أنا أركز فيها بدل دي اللي بتريحه. فالوالدية، يعني في أباء
وامهات دايما على شكل مع عيالهم. يا عيال مش عارفين ايه اللي يرضي الكبار، عارفين ما بتعملوش ليه؟ لازم الخناق. يا كبار مش عارفين ايه اللي يرضي الولاد، واحنا لازم نركب دماغنا ما نريح بعض. يبقى في العلاقات كلها في فكرة اختبار الرضا. اختبار الرضا يعني ايه؟ ده اللي يريحك خلاص هعمله لك. يجوز انت ترتاح بطريقة والتاني بطريقة والشباب بطريقة والكبار بطريقة. في واحد يريحه انك ما تقطعوش، يخلص كل كلامه يرتاح. انت كل مرة تقطعه تنرفزه، ما انت مش فاهم. ما انت فاهم اللي يرضيه، اللي يرضيه تقول كل اللي عنده، اديله فرصة اسمعه للآخر. اختبار الرضا مثلا في الصداقة، في صداقات بتقف ليه؟ لأنه مش فاهم صديقه اللي يرضيه بعد العمر ده كله. مثلا أصدقاء، بس واحد حساس قوي للتدخل في الأمور الشخصية. معقول بعد العمر ده انت مش عارف ان صديقك وفي وحلو، بس الموضوع ده حساس عنده؟ خلاص ما تتخطاش حدودك. انت اختبرت ايه اللي بيرضيه. لما تفكر في الخدمة، حتى في الخدمة صدقوني، برضو مرة خادم كده يقول لي ايه، انا عارف ايه اللي بيعجب ربنا في الخدمة. كل مرة اقدم الناس عليا، اقدم الناس عليا، الاقي الخدمة مشت حلوة قوي وانا مروح مبسوط جدا. مرة كاهن فاضل الله ينيح روحه قال لي انا اختبرت، يبقى عليا القداس كل ما دي الكاهن تاني وانا اخدم من على الجنب كده، حاجة اسمها الخديم وحاجة اسمها الشريك. فيقدم حد على نفسه، اي كاهن اصغر منه يبقى هو الخديم وهو يشارك بس، يقول لي ببقى في السماء. فبقى ما يصدق حد يجي يصلي معاه، يقول له لازم تصلي انت. ليه؟ مش تواضع، هو اختبر انه ده قداس بيبقى جميل، بيشبع بربنا اكتر. يبقى انت بتختبر حتى الخدمة وطعمها واللي بيعجب ربنا فيها ايه. اختبار الرضا في الشغل، معاك مدير الناس بتتكلم عليه، انت ما فهمتش ايه اللي بيعجبه، انت لازم تنرفزه. ما انت لو نرفزته هيجي على دماغك. ما تشوف ايه اللي يرضيه، ومع السنين تبقى عاقل وواعي وتعمل اللي يرضيه، المركب تمشي وانت اللي تكسب في الاخر. اختبار ما هو مرضي يأتي بالملاحظة. يعني مجرد انك تلاحظ، الملاحظة دي فيها ذكاء على فكرة، ان الواحد يلاحظ ان فلان بيبقى مبسوط قوي في الجو ده، خلاص ده اللي يرضيه. فهمت؟ ركز بقى. فالملاحظة نفسها تساعد الواحد في فهم الناس. بتكلم عن الناس لسه، هندخل كل ده على ربنا بعد كده، لانك تقدر تلاحظ كمان ربنا بيبقى مبسوط بايه. وطبعا باللي قاله ربنا، بالصلاة بالتواضع بالمحبة بالعطاء، ما هو النهاية واحدة. بس انت اختبرت، دقت يعني ايه ربنا راضي. مختبرين ما هو مرضي، انت كده بتدخل قلبه اكتر، انت كده بتقرب منه اكتر. ليه؟ بتعمل اللي بيرضيه. يبقى الملاحظة ليها دور. لاحظ كده اليوم اللي بيبقى حلو واليوم اللي بيبقى مش حلو. طب عملت ايه زيادة؟ صليت باكر بذمة، فيمكن ده اللي خلى اليوم حلو. طب يبقى دي بترضي، يبقى هو بيحب التركيز في الصلاة. انك انت مثلا ما شاركتش في الادانة فلقيت في بركات جاية، طب هيبقى دي بترضي. اختبر بقى. الاختبار كمان يجي بالتكرار. طبع كل واحد بيظهر في تكرار الموقف، يسموه باترن كده، يعني ايه؟ سلوك متكرر. فالسلوك المتكرر بيقول ان الشخص بيحب كده. في العلاقات كلها كده. في واحد يرضي او الالتزام بالمواعيد، غالبا مش مصري يعني، لكن هو طبيعته كده. لكل ما تتأخر عليه تلاقيه تشد، وانت تقعد تدي اعذار او تحس انه ماله عامل كده، ما بدل بيرضي الالتزام بالميعاد. وجربت الحكايه كتير، ما سهله الحكايه، اظبط دي معاه هو بالذات، في واحد تاني يمكن ما يفرقش معاه. يبقى الملاحظه والتكرار. كمان اختبار ما هو مرضي ياتي بالتفاهم.
يعني ممكن لما يكون في شدة بين شخص والتاني، أنا بتكلم في العلاقات الإنسانية، بعدين نطلع للمستوى الأعلى. لو في شد متكرر بين أخين، ما يقعدوا يتفهموا، يرضيك إيه؟ أخد بالي من إيه عشان ترتاح؟ أقولها إزاي بالطريقة اللي ما تضايقكش؟ نتفهم ونتفق. لما نتفاهم ونتفق خلاص هنحب بعض أكتر والمركب تمشي أسر. كمان اختبار ما هو مرضي يأتي من الناس اللي دخلت قلبه فلان. دخلت قلبه ليه؟ لأنه مبسوط بطريقتهم، يبقى هو إيه اللي بيرضيه؟ ما تشوفهم دول بيعملوا إيه؟ القريبين أو اللي ناجحين في العلاقة قوي بيعملوا إيه أنت مش بتعمله عشان كده مرضيين عنده؟ زي القديسين بالنسبة للعلاقة بربنا، ما احنا عندنا نفس الإنجيل اللي عند القديسين، بس هم فاهمين ربنا وأتقنوا اللي بيرضيه، فبقى لهم مستوى تاني من العلاقة. ندخل بقى على كلام برضو العملي شوي. نحتاج إلى جلسة مصارحة في العلاقات الإنسانية. اختبر ما هو مرضي عند من حولك، لأن الكتاب بيقول ينبغي لنا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للبنيان. ارضي قريبك اللي معاك يعني للبنيان، مش ترضهوش بالغلط طبعا. طب اقعد فكر، مراتي بتتضايق من ايه؟ من التأخير، ما تتأخرش. من التليفون الكتير، او انت بتتضايق من تليفونها كتير، طب نبهها. اقعد فكر، بتضايق من العشوائية، في واحد يبقى منظم قوي وعايش مع واحد مش منظم، والاتنين مش طايقين بعض. ما هو الحكاية سهلة، انت فهمت ان اللي معاك بيتضايق من قلة النظام، ما تريح دماغك وتوفر النكد وتنظم شوية على الأقل في الحاجات اللي قصاد عينه، يبقى الموضوع بسيط. بتتضايق من الاستعجال، المصارحة هنا معناه ان الشخص الآخر يقول لك انا بتضايق من كذا، مجرد ان يقول وانت تاخد بالك هتلاقي العلاقات تطورت طبعا للأفضل. مثلا كل اغلب الناس يتضايقوا من النقد الكتير، كل البشر تقريبا بالذات الستات. طيب في واحد مصر في علاقته باللي حواليه انه يفضل ينقد، يطلع الغلط ويركز عليه، انت لازم تعمل مشاكل؟ انت ما بتفهمش، الناس بتتضايق. ما تختبر ما هو مرضي عند الاخرين، التشجيع مش النقد. والعكس، انت بتفرح بايه؟ بتفرح بالصوت الهادي، يبقى اللي معاك يراعي الحتة دي. بتفرح بالنظام، بتفرح بهدايا، بتفرح حتى الطفل ساعات يجي يقول لك من براءة الاطفال، يقول لك ايه اللي يرضيه؟ يقول لك خدني في حضنك موسى. اوكي، بس ده طفل فبيقولها ببساطة قوي، بس ده اكتر واحد ناضج، لانه بيجيب من الاخر ويقول لك انا عاوز كده، ده اللي يعجبني. خلاص، لما ندخل بقى على العلاقة مع ربنا، الآية بتقول مختبرين ما هو مرضي عند الله. أكتر حاجة ترضي ربنا تستغربه، ممكن يجي في بالك كتر الصلاة، كتر الصوم، التبرعات الكتيرة. أول حاجة وأكتر حاجة ترضيه إنك تثق فيه، وتبدو إنها أسهل حاجة على فكرة، مش مكلفاك لا وقفة صلاة طويلة ولا صيام طويل ولا ميت مطانية. أكتر حاجة ترضيه إنك تثق فيه، وده اللي قاله بولس عن خبرة، قال بدون إيمان لا يمكن إرضائه. عاوز ترضي ربنا ابتدي بدي، لازم تثق فيه الأول. الثقة دي بتعجبه بتفرحه، ليه؟ لأنه أنت بالنسبة له طفل، ارمي عليه هو يبقى مبسوط، تشغل دماغك زيادة هو يتضايق، واحنا مصرين نشغل دماغنا زيادة. يبقى انت ما اختبرتش ما هو مرضي عند الله. بيعجبه انك ترمي عليه مش انك تشيل الشيل، بيعجبه حمل عليه، وانت مصر مخك هو اللي يتحرك وهو اللي ينجز، تعب روحك.
تعبير جميل في المزمور اللي بيقول تلذذ بالرب، لان حاجه لذيذه في الاخر. الاتكال ده لذيذ قوي، ده مريح جدا، ده انت بتوفر دماغك ومجهودك وهو اللي بيشيل. فبيقول اتكل على الرب، ده يعجبه، افعل الخير، ده يعجبه، اسكن الارض، يعني خليك عادي، خليك طبيعي، متبقاش يعني طالع فيها، ارعى الامانه، الحاجه اللي في ايدك اعملها بذمه، تلذذ بالرب. بعد كده ايه؟ تلاقي الدنيا لذيذه قوي، تلاقي الحكايه سهله قوي، تلاقي كل حاجة ماشية لوحدها. ليه؟ لأنك فهمت إيه اللي يرضيه، فمخلي حياتك نعمة وسهلة وماشية لوحدها. نفس المعنى ده لما بيقولوا في المزمور الثاني في باكر، طوبى. طوبى دي معناها إيه؟ يا بخت، يا سعادة، يا هنا، يا بركة، يا راحة الناس. تعمل إيه؟ اللي تتكل، اللي تتكل، يعني trust in him، يعني تثق فيه، يا بخته. طب انت اختبرت ان ده بيفرحه انك ترمي عليه؟ اختبرت تدخل قداس تحط الموضوع وتمنع دماغك تناقش الموضوع تاني، وتمنع لسانك يفتح سيرة الموضوع ده تاني. ليه؟ موضوع عنده خلاص، تعجبه الحاجات، ربنا ينبسط بالحاجات. ليه؟ انت اتفقت خلاص، هتشيل يا رب، انا مش هشيل. يبقى اختبر يعني ايه الايمان يرضى الله، مختبرين ما هو مرضي. كل القديسين اختبروا الحتة دي، اختبروا الاتكال والثقة والدلع على ربنا، وحياتهم كانت اسهل مننا. كمان اختبر يعني ايه ربنا يصر بخائفين، هذه نعمة زي فكرة يرضيه. ربنا يرضيه جدا خوفه، خوفه يعني الناس اللي تعمل له حساب يبقى مبسوط، ويصعب عليه، يزعل لما الناس تبقى مش عاملة له حساب، مش عشان كرامته، ربنا أكبر من كده، بس لأن عبادتهم تروح منهم. فتعبير جميل يقول إيه؟ يصر بخائفيه، هتلاقوها في مزمور 146، يصر الرب بخائفيه، مزاجه في اللي بيخافوا منه، وبالراجين رحمته. يعني كل واحد يقول له من قلبه يا رب ارحمني، انا وحش غلط، يبقى مبسوط، ترضيه الحته دي. وكل فريس يقف يصلي يقول له انا غير كل الناس، ما يرضاش ابدا بالكلام ده، حتى لو قعد يصلي 10 ساعات. اذا اختبر ما هو مرضي، بيرضى، بينبسط قوي بحكايه الخوف اللي معاه دايما طلب رحمه. عشان كده أول مزمور بنقوله كلنا في باكر، بنقول في ناموس الرب مسرته، بيحب يعمل اللي ربنا قاله، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. ده واحد بيخاف ربنا، حاطط كلام ربنا قدامه، عاوز يسمع الكلام، يبقى ربنا راضي عنه، مبسوط به، فرحان به. ليه؟ لأنه بيخاف منه أو عمل له حساب. مزمور تاني، المزامير تخدم الحتة دي قوي. المزامير دي طالعة من داود اللي ربنا شهد له جدا، قال قلبه زي قلبي رغم أخطائه اللي تاب عنها، لكن في الآخر أرضى الله. حياته على بعضها كده يقول لك أرضت الله جدا، رغم أنه بيغلط زينا. يقول لتكون أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك، التعبير حلو. يبقى حتى الأفكار تبقى عاجبة ربنا، لازم تختبر ايه الفكرة اللي تعجبه وايه الفكرة اللي تضايقه. ما تفكر في الانتقام غير لما تفكر في العطاء، لما تفكر بطريقة التواضع انك اقل من التراب اللي احنا ماشيين عليه، غير لما تفكر انك احسن من كل الناس. يبقى في حاجة بترضيه وفي حاجة ما بترضيهوش. انت اختبرت ايه اللي بيرضيه، اختبر بقى أقوال فمك وفكر قلبك تبقى مرضية طول الوقت. الكلمة عجبة ربنا والفكرة عجبة ربنا، يا بختك. غير واحد كلامه كله وأفكاره كلها تزعل ربنا. يبقى محتاجين نختبر ما هو مرضي عند الرب. واحد زي يوسف كان عاجب المسيح، ليه؟ رغم أن الشر سهل قوي والخطية معروضة عليه، قال لا 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 لا، حاشا لي، بيخاف ربنا. خوف ربنا ده
مرضي عنده. أم ربنا قال يوسف ده أنا هكبره ينقذ العالم كله. يوسف ده أنا هخليه شبه المسيح، شبه ابني. يوسف ده هعليه جدا في السماء وفي الأرض. لما تسمعوا يعقوب قال إيه عن يوسف في آخر حياته أبوه، اللي ما تقالش عن إنسان في العهد القديم. ليه؟ مرضي عند الله. طب إيه اللي عجبك في يوسف من المواقف اللي عجبت ربنا جدا؟ من خوفه من ربنا يكره الشر ويقاوم حتى الموت. طيب انت اختبرت لما ترفض الشر ترضي ربنا وتشوف البركة في حياتك وتشوف الاستجابة وتشوف العز؟ اختبر. يبقى اختبار رضا الله معناها بيعجبه بيرضيه انك تثق فيه، بيعجبه بيرضيه انك تعمل حسابه وتخاف منه، بيعجبه ويرضيه جدا التواضع. إلهنا متواضع جدا، ولو ما كانش إلهنا متواضع ما كناش قعدنا، كنا هلكنا من بدري. متواضع في كل شيء، تجسده وصليبه وحياته على الأرض وعنايته بينا وصبره علينا، كل ده تواضع. اختبر إزاي التواضع بيرضي ربنا. التواضع يمثل أولا في الطاعة. شوف بركة الطاعة، كلنا حافظين حكاية ايه الطاعة ليها بركة دي. ليه؟ لأنها بترضي ربنا. لما الواحد يقول له حاضر يا رب أو حاضر يا كنيسة، ليها بركة، ترضي ربنا. تعند وتقاوح وتجادل وتتفلسف براحتك، بس انت طلعت برة الكلمة اللي احنا بنحكيها رضا الله، خرجت برة، حرمت نفسك من العز بتاع رضا الله، لأنك عمال تقول أصل وفصل. ماشي براحتك، محدش هيمنعك، بس انت ضيعت بركة اسمها الطاعة. عشان كده يقول المستكبرين يقاومهم لكن المتواضعين يعجبوه. فمختبرين ما هو مرضي عند الله. مرة واحد برضو على حكاية الحكايات دي قال لي انا دقت يعني ايه ربنا يبقى راضي عن الواحد. لما كنت زعلان من واحد وكنت بفكر اكله اكل، وبعدين رحت لغاية عنده وقلت له حقك عليا أنا اللي غلطان. قال لي كانت طالعة من تحت الدرس وكنت متغاظ من روحي وأنا بقولها، بس قلت إيه خلينا أعمل الحاجة الصح. قال لي اليوم ده اتدلقت عليا البركات من السماء، فتحت الحنفية، لقيت كل حاجة ماشية حلوة قوي. ففهمت على طول إن بيشجعني، بيقول لي أيوة أدي الكلام، من بدري كنا عاوزين تعمل كده. يبقى اختبار التواضع يجي بالطاعة، يجي بالاعتذار، يجي بالتوبة. مفيش حاجة تفرح السماء قد التوبة. اختبر يعني ايه تفرح السماء. مسيح قال السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. وقفتك في القداس وانت خجلان من روحك، السماء كلها مهيصة. مش تختبر اللي يرضي ربنا وتقف في نفس القداس تبص على حد وتدينه، نكدت على روحك وضيعت البركة. ليه تعمل كده؟ ما تدوق البركة. اختبر ما هو مرضي. الشاطر اللي يعرف يتوب جوه القداس ويتوب في كل صلوة يصليها يبقى فاهم ربنا. القلب المنكسر المتواضع يعجبه، لا يرزله الله أبدا. دموع الصلاة أو دموع التوبة تعجب ربنا. اختبر ما هو مرضي. إزاي الدموع ممكن تحرك السماء؟ لأن ربنا حنين وبيحب ولاده، والدموع تعبير فيها صدق. يعني البكاء المر بتاع بطرس ده من اللحظات اللي متسجلة في السماء. ما تسجلتش في السماء الإنكار الثلاثي ده، لكن اتسجلت في السماء البكاء المر، وبقت رصيد للقديس بطرس مرضي عند الله الموضوع ده. التواضع كمان يبان في السجود. اختبر ما هو مرضي عند الله. يعني إيليا كان مختبر السجود، مجرب السجود وفعاليته. فلما اتزنق السماء معلقة مش راضية تفتح، هو قفلها والمحبس علق مش راضي يفتح، 3 سنين ونص قفلها بكلمة مش عارف ينزل المطر. قال لك ما بدهاش، ما أنا مجرب هي تتفتح بالسجود. قعد يسجد يسجد يسجد، فتحت لأنه مختبر. ما هو مرضي عند الله. ربنا يلاقي الرجل العظيم إليه حبيبه ده العجوز حط رأسه في الأرض. كتاب أسد يقول لك وضع رأسه بين ركبتيه.
مختبر ما هو مرضي عند الله، لقينا على طول السماء مالت غيم والمطر نزل. اختبر ما هو مرضي بالرحمة، قد ايه ربنا يفرح بالرحمة على الناس. بس عاوزة خبرة. خبرة يعني ايه؟ تدوق يعني ايه لما بترحم الناس وتعمل خير زيادة عن العادي، ميل تاني فوق المعتاد، تلاقي ربنا مبسوط وتلاقي دي بترضيه. تعملش بقى بالقطارة وما تعملش بالقد بقى والكلام ده. ربنا نفسه علمنا المبدأ ده، قال طب هاتوا شوفوا وجربوا. يعني بيعرض علينا تعالوا جربوا. جربوا ايه؟ جربوا ازاي انا اكون راضي عنكم وافتح عليكم السماء. بايه؟ هاتوا العشور. يعني اذا فكرة العطاء في مقابل واضح دي موجودة في الكتاب بشكل معلن. يقولها المسيح في لوقا 6 اعطوا، وسابها لنا مفتوح جيف علامة كده. يعني ايه؟ ادي اي حاجة. ما قالش جيف ايه؟ اعطي ايه؟ سابها مفتوح. ادي اي حاجة، ادي وقت، ادي تشجيع، ادي كلمة حلوة، ادي قرش، ادي اكل، ادي هدوم، ادي زيارة، ادي رسالة، ادي اي حاجة. بص شوف هيحصل ايه. اختبرت العطاء وجماله، ما هو مرضي عند الله. ده على لما الواحد يدوقها ما يستحملش يوم يمشي من غير عطاء، ما يستحملش ساعة من غير عطاء. لانه انت عمال تاخد بقى كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانك، تبقى مش ملحق على العز والنعمة اللي بيعملها ربنا معك. بس اختبر الموضوع، مش وعظة. اختبر ما هو مرضي، ده كلام داوود القديسين واتقنوه فعاشوا به طول الوقت. لانه بالكيل الذي به تكيلون يكل لكم. نفس المعنى لما قال اعطوا ما عندكم صدقه. بص شوف حياتك تنضف ازاي، لا مؤاخذه في التعبير ده بس هو المقصود بها كده. عاوز حياتك تنضف، زود في العطاءات. اختبر، اختبر ازاي نقاوه القلب توصلها بالصدقه بالعطاء. اختبر نقاوة العلاقات، نقاوة عينك، كل ده يجي. بس اختبر ما هو مرضي. اختبر قوة الشكر. مختبرين ما هو مرضي عند الله، يعني مش تتعرفوا عليها، لا تختبروها، تجربها بنفسك، تقول أنا مجرب المواضيع دي. خبرة رضا الله بحياة الشكر. ده كلمة أشكرك يا رب دي تعمل عجائب، تعمل معجزات. كلنا حافظين اللي قالوا مارس حق ليس تعطيه بلا زيادة إلا التي بلا شكر. اختبر قوة التسبيح. يعني بولس وسيلة إيه اللي خلاهم يقفوا في نص الليل وهم واخدين علقة مجلودين جلد يسبحوا؟ إلا لأنهم عندهم خبرة التسبيح، عارفين قوة التسبيح، مصدقين أن تسبيح ربنا ده يعني قوة فعالة جدا. وعلى طول حصل واقفين يسبحوا، السجن اتهز والزلزال اشتغل والسجن اتفتح وطلعوا بكذا واحد مؤمنين وتعمدوا. نفس المعنى لما يقول كل ما عملتم بقول أو فعل اعملوا كل باسم الرب يسوع شاكرين. اختبر، جرب، جرب كل حاجة تعملها أو تقولها، تقول يا رب يسوع أشكرك، وبعدين اعمل اللي عاوز تعمله، أو قول الجملة اللي كنت هتقولها. بس صليت قبلها، رفعت قلبك، ناديت اسم ربنا يسوع، حطيت كلمة أشكرك الأول. اختبر ما هو مرضي عند الله. نفس المعنى يقوله في نفس الإصحاح ده، كان في السجن على فكرة، بولس بيقول الكلام ده من السجن وهو مبسوط لأنه فاهم ربنا كويس. مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين مرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء. وبولس ما يقولش وعظة، بيقول اللي هو عايشه، فهو عايش كويس. يعني ايه؟ ذوقوا حلاوة الشكر، ذوقوا حلاوة انك تديها مزامير كده وتفضل طول اليوم مزامير وتسابيح في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. أنا عاوزكم بس تحفظوا الآية اللي ابتدينا بيها إيه؟ مختبرين ما هو مرضي عند الرب. لأنه ده هيخليك كأنك بتتعرف على ربنا جديد.
تقول له انا يا ما زعلتك، انا ما كنتش فاهمك، انت اكتر واحد سهل ارضائه يا رب. الناس مش سهل نرضيها، بس ربنا سهل ارضائه جدا. شوية ثقة فيه تفرحه جدا، شوية عطاء زيادة يفرحوه، شوية رحمة بالناس، خوف ربنا تعمل له حساب وتخاف تغلط تفرق معاه قوي. كلمة أشكرك يا رب تهز السماء. جرب اختبر عشان تبقى حياتك دسمة شوية، ما تفضلش حياتنا كده ايه محلك سر طول العمر. لإلهنا كل مجد وكرامة.